مرحبا بكم نسكول، ميرسي على الانفيتاسيون هذه. دونك امل كنيني 20 سنه طالبه في علم الاجتماع، ناشطه في المجتمع المدني، قايده في الكشافه التونسيه، واخيرا مشاركه في برنامج صناع الراي اللي اطلقته مبادره مناظره. باهي، كنت تحكينا اكثر على البرنامج هذا. برنامج صناع الراي هو مشروع شبابي يهدف لثقافه تعزيز ثقافه التناظر. دونك هو برنامج يعني يكون على مدار موسمين، فيه 12 حلقه يتناظروا فيها 31 شاب وشابه على اطروحات تكون اقتصاديه اجتماعيه او سياسيه. برنامج صناع الراي اللي هو كان معناتها في متجسد في برنامج جديد لل ولا شكل جديد لبرنامج زعمة، اللي هي كانت منبر للشباب باش انه هما يعبروا ويكونوا يعني صوت الشأن العام. باهي، توا من بين 180 مشارك تأهلتوا 31 مشارك، كان تحكي لنا اكثر على الاكسبيريونس نتاعك. والله هي السيليكسيون هيك صارت، انا اول مره ريت معناتها الفورميلير يعني في التلفزه، قلت علاش لي نشارك بحكم انا معناتها نخدم في برشا حاجات كيف من هكا معناتها فعلا في الفي اسوسياتيف. دونك قلت نمشي نشارك وتقبلت وعملنا سيليكسيون وكانوا اسئله ومعناتها وخدمنا زادة 15 جور معناتها قبل ما انه نخرجوا للتلفزه ونحكي ويكون البث مباشر، خاطر اقوى حاجه واصعب حاجه انه بث مباشر وما تعرفش الادفيرسير نتاعك شنو باش يسالك. دونك احنا تعدينا بدي فورماسيون مع مؤطرين ومع عده معناتها ديكاد علمونا كيفاش نتحقوا من الفيك نيوز، كيفاش نحكيوا مع الادفيرسير نتاعنا، كيفاش نجاوبوا، كيفاش نتعاملوا معناتها بالبادي لانجويج، كيفاش برشا حاجات باش انه وصلنا احنا حققنا وعملنا النجاح في البرنامج. هيك بي شنو تحب تخلي ميساج؟ والله انا جوست حبيت نقول معناتها في الاخر يعني للشباب اللي يلقى فرصه كي من هكا علاش لا يشارك، يهتم بشأن العام، يهتم بما يخص بلاده، وخاصة في برامج كي من هكا كيما برنامج يعني صناع الرأي ولا المبادرات تطلق فيهم مبادرة مناظرة المشاريع متاعها اللي توفر منبر إعلامي للشباب باش إنه هما يوصلوا أصواتهم، يوصلوا أصوات جهتهم، يكونوا فاعلين مع جهتهم، يكونوا فاعلين عند الشباب، تزيدهم كان ثقة في روحهم، ثقة في نفسهم، إكسبيريونس حلوة برشا، أوبورتونيتي حلوة برشا تفيد الشباب. فرحانين يسر بحضورك معنا أمولة اليوم، وإن شاء الله بالتوفيق. عشك عشك.